السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو حصري جدا على قناة موشو 1996. طبعا احد مطوري XDA او موقع XDA من المشهورين يعني جدا في عالم التكنولوجيا والتطوير، حتى انهم يساعدون شركة جوجل نفسها او سامسونج نفسها عشان يطورون الرومات مالتهم. لانشر 3، شنو اللانشر 3؟ لانشر 3 راح يعطيك فيرتوال ديفايس، اي انه جهاز داخل جهازك الاندرويد يكون فيه نظام الروت سمبل روت. خلونا ندخل على اللانشر 3 نشوف واجهة اللانشر 3. طبعا بعد ما ندخل عليه مثل ما تشوفون يقول لنا السماح، نعم طيب نعم. مثل ما تشوفون اذا سحبنا الشاشه للاعلى راح نلقى اضافه اكسبوزد. مجرد ان نضغط على اكسبوزد راح نلقى انه اكسبوزد فيرجن 91 از اكتيفيت. طبعا مفعله كامل اي جهاز اي نظام سواء كان اوريو نوغت وغيرها من الاجهزه راح تكون مفعله عليها الاكسبوزد. طبعا الاكسبوزد شنو خواصه؟ الاكسبوزد يقدر يغير النظام كامل مكمل، تقدر تغير اي شيء بنظامك في الجهاز. شلون راح نضيف التطبيقات اللي فيها روت او نثبتها داخل النظام الوحيد؟ مجرد ان نضغط على علامه الزائد هنا راح نشوف التطبيقات اللي عندنا سواء في الجهاز مثبته او في وحده التخزين الداخليه او الخارجيه مثل SD كارد ميموري. فنضغط على اي تطبيق، بعد ما نضغط عليه نضغط على انستال وراح يبدا يثبت لنا التطبيق هذا داخل النظام الوهمي. بمجرد ان تنتظر بعض الدقائق حسب حجم التطبيق راح ينزل التطبيق بالنظام الوهمي وتقدر تستخدمه سواء كان يحتاج روت او ما يحتاج روت. ايضا مثل ما تشوفون طبعا ضفت تطبيق الابتويد وصار بصف الاكسبوزد انستولر، فايضا اقدر استخدم الابتويد واثبت برامج. هنا عندك الاعدادات، عندك مانج اب يعني تشوف التطبيقات تتحكم بها، مانج تاسك كل بروسيس هنا دا يشتغل بالخلفيه فتقدر تغلقه عن طريق الضغط كل بروسيس. ديسكتوب سيتنج هنا عندك نقاط الاشعار تتحكم بالاشعارات وعرض تطبيقات جوجل وغيرها من الخواص. طبعا دونت هنا تقدر تتبرع للمطور اللي طور هذا البرنامج. طبعا ورا ما تثبت اي اضافه من الاكسبوز تحاول تجي هنا وتضغط على ريبوت لانه راح يرجع يشغل لك النظام الوهمي مره ثانيه من جديد وبسرعة فائقة. هنا اذا حبيت تبحث عن اي تطبيق مثلا ثبت التطبيقات هواية راح تقولي شنو يفيدنا هذا النظام الوهمي. ايضا يفيدك مثلا اذا انت كنت حاب تعرف رمز اي شبكة، فالتطبيقات اللي تخليك تعرف رمز شبكة الواي فاي تشتغل فقط على الروت، او انه تريد تغلق شبكة الواي فاي على شخص معين او عدة اشخاص ايضا عن طريق واي فاي كيلر راح تقدر تغلق الشبكة عن اي شخص متصل وياك بالشبكة. اترككم تشوفون خواص هذا التطبيق اكثر واكثر. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تراسلوني عن طريق الكومنت. شكرا لكم، لا تنسون الشير واللايك والكومنت. مع السلامة.